ضيفنا الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير لحضرتك يا نهى أهلا هاني، صباح بيك، الخير عليك أستاذ نور كريم، الدنيا كلها ويوم جميل إن شاء الله للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله. طيب نبتدي بالمنتخب مثلا، تمام، وقبل ما نتكلم عن رؤيتك للماتشين اللي فاتوا سيراليون وقبل منه ماتش جيبوتي، تعالى نتكلم بشكل عام عن روي فيتوريا والانتصار اللي اتحقق الاخير ده، اللي هو طبعا فوزنا على منتخب سيراليون. ده الانتصار رقم 11 من اجمالي 13 مباراه لعبها المنتخب تحت قياده روي فيتوريا. تمام، شايفه او شايف مسيرته حتى هذه اللحظه ازاي مع المنتخب؟ في البداية طبعا الفوز في أول مباراتين نقطة مهمة جدا أو خطوة مهمة جدا للمنتخب، خصوصا أن يعني كان الكل شايف أن البداية هتكون مهمة قبل سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا في يناير اللي جاي، فبناء عليه كان الفوز في مباراة جيبوتي بنتيجة كبيرة أو مباراة سيراليون خارج مصر أو خارج القاهرة كانت بالنسبة لنا مهمة جدا. روي فيتوريا ماشي مع المنتخب بنسق تصاعدي، بمعنى ان هو في البداية ما لعبش مباريات كبيرة او منتخبات قوية، ما عدا في الفترة الأخيرة او في التوقفين الآخر سواء كان منتخب تونس، وهو علق وقال ان احنا كنا محتاجين ان احنا نبتدي بقى نلعب منتخبات كبيرة او منتخبات معنى اصح منافسة علشان نشوف وقتها هنكون شكلنا ازاي، بمعنى ان احنا دلوقتي احنا عاوزين نكون احنا الفعل مش رد الفعل، بمعنى ان احنا عاوزين يكون لنا شكل هجومي ومنتخب هجومي، وده اللي احنا معتادين عليه لمنتخب مصر. منتخب الجزائر او مباراة الجزائر بالتحديد مباراة كانت بالنسبة لنا كان تحدي مهم وكبير، خصوصا ان احنا بنلعب منتخب من المنتخبات المصنفة في افريقيا، بجانب ان لو نفتكر كواليس المباراة او الاحداث المباراة انت لعبت ناقص لاعب شوط ونص يعتبر، وكنت متقدم في النتيجة وكنت ممكن تكسب لولا يعني الاخطاء البسيطة اللي حصلت في اخر المباراة، لكن كانت بالنسبة لنا المباراة دي بالتحديد كانت نقطة مهمة ومعنى أصح حافز كبير سواء للمنتخب المصري أو حتى الجمهور المصري. ففيتوريا ماشي بنسق تصاعدي، وده شفناه في المباراتين الأخرى في جيبوتي وسيراليون.